عرف نفسك حق اسم حضرتك. ابراهيم حامد حمادي. ايوه عم ابراهيم، احنا جايين النهارده والله عشان الشهداء، نقف مع الشهداء لان الشهداء دول متظلموا. اهل الشهداء يعني. اهل الشهداء اتظلموا وما خدوش حقهم لحد دلوقتي، ومش عارف البلد يعني في علامه استفهام كتيره في البلد، مش عارفين الوزراء اللي موجودين من النظام السابق بيقولوا علينا في الموديل بلطجيه، ما فيش هنا بلطجيه. الوزراء السابقين هم البلطجيه اللي هم محبوسين في تورا، هم البلطجيه وهم اللي سببوا في كل الحاجات دي. مش عارف اقول ايه بس الناس دي. يعني انت شايف ان في بطء في المحاكمات، عايز الوتيره تتسرع، عايز ده اكيد في بطء. المفروض يعني احنا في ثوره، الثوره ديت بتبقى المحاكمات عجله مش محاكمات بطيئه. البطيئه دي مش عارف بيبطئوا الحق، في علامه استفهام في المحاكمات في مش عارفين يعني. طب انت ناوي النهارده معتصم ولا قاعد شويه متضامن يعني وهتروح؟ لا انا قاعدين متعصبين هنا عشان الناس دي تاخد حقها، الشهداء وحق البلد. لازم ناخد حق البلد من الناس اللي هي ايه قتلت المظاهرين دي. ومش ما نقدرش نقول حاجه الا احنا ايه ندعي ربنا اللي هم ايه ياخد ناخد حقنا بالدعاء وخلاص، ما احنا مش عارفين ناخد الدعاء بقى. ان شاء الله يتحاكموا ويتعجل المحاكمه ليهم ان شاء الله. ما احنا شايفين المحاكمات كده يعني عامله زي ايه؟ زي المسرحيه. احنا في مسرحيه مش قادرين نقول كده بس. شكرا شكرا.